بين العملاقين رفدان ومبلش في الشوط الرئيسي. اذا الاشواط الرئيسية مع الشعار الادعم الكبير نوف ومبلش في الاشواط الرئيسية مع هذا الصباح المميز بقيادة وتوقيع الذهبي سالم بن ثران المري. تهانينا والناموس. انتهى دوري بالتعليق في هذا الصباح، ويسرني في هذه اللحظة ان احيل المايكروفون لاخي مسعود الحريري. شكرا مطلق. في هذه اللحظات ينطلق هذا الشوط، وهو الشوط الثالث المخصص للحيل. من المسافة هي 6 كيلومترات. نستمتع وإياكم مع أشواط أصحاب السمو السعادة والشيوخ. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة هذه الانطلاقة مع المقدمة مباشرة، ومع بشاير على المركز الأول وعلى المقدمة. نتابعها لهجن المرقاب وبقيادة سعيد بن حمد بن علي الوهيبي في المتابعة، بينما النقلة على المركز الثاني ومن تنطلق أبها على المركز الثاني لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقدمها في هذا الشوط. المركز الثالث تقسيم هنا في هذه اللحظات على المركز الثالث لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، أيضا مع المركز الثالث المركز الرابع نشرة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، مع المركز الرابع المركز الخامس نتابع شاون هنا مع المركز الخامس لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدمها لنا في هذا الشوط. وهذه أيضا في هذه اللحظات نتابع القدوم والتغيير في هذه اللحظات مع المركز الخامس، نشوف اللي بدلت غلا هجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل المري من يقدم لنا غلا في هذا الشوط مع خامس المراكز. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى نتابع وإياكم هنا، نشاهد المقدمة، نشاهد الشعارات المنطلقة في هذا الشوط ما بعد الأشواط الرئيسية، ثالث أشواط هذا الصباح. نتابع المقدمة والصدارة هناك، المنافسة مع البشاير، هناك بشاير على المركز الأول هجن المرقاب على المقدمة مع الصدارة، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات مع المقدمة. هناك أبها غيرت وانطلقت مع المقدمة، أبها على الصدارة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الشكل وهذا الأداء المتميز مع أبها لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا أبها بهذه النجومية واندفاعتها في هذا الشوط. المركز الثاني بشاير هجن المرقاب وبقيادة سعيد بن حمد الوهيبي من يقدمها لنا في هذا الشوط مع هجن المرقاب. المركز الثالث نتابع هناك اللي على المركز الثالث غلا على المركز الثالث لهجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل المري من يقدم لنا غلا. المركز الخامس أو المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات نشرة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا نشرة مع المركز الرابع. المركز الخامس أول ندى لشروق، شروق قادمة مع المركز الخامس هنا في هذه اللحظات مع هجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط. نداءنا الثاني هنا في هذه اللحظات باندفاع والأروع مع هذه الأسماء. نتابع وإياكم هذا الشوط والاندفاع، كما أيضا هناك الأشواط الرئيسية نوف ومبلش كلها أيضا عند أيضا هجن الشحانية وبقيادة الذهبي. من يعرف الذهب جيدا هذا هو الذهبي أيضا من يقدم لنا كل جديد. نعود إلى هذا الشوط ونتابع هناك الاندفاع مع أبها على المركز الأول. هنا في هذه اللحظات تنطلق
ثقبها في هذا الشوط باندفاعاتها بانفرادها بكادر لوحدها في مقدمة الشوط تندفع بكل ما هو جديد مع المركز الأول أبها هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فهران في المتابعة. يا سلام يا سلام المركز الثاني نشره على المركز الثاني منطلقة نشره بأداها لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران المري. يا سلام يبي أيضا الهاتريك مع الأشواط الرئيسية بانطلاقة نشره على المركز الثاني. هذا هو الذهبي يقدم لنا كل جديد هنا أيضا عندما تقترب أيضا الرئيسيات تشاهدون الذهبي تشاهدون هذا البطل. هذا هو سالم بن فهران المري من يقدم لنا الأشواط الرئيسية في هذا الصباح ويقدم لنا كل جديد باندفاعة هجر الشحانية والانطلاقة. نتابع نشرة على المركز الثاني بانطلاقها مع ثاني المراكز المركز الثالث غلا غلا على المركز الثالث بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هذا هو البرنس أيضا يقدم لنا غلا في هذا الشوط مع ثالث المراكز المركز الرابع المركز الرابع. نتابع وإياكم اللي على المركز الرابع باندفاعه ولا أروع وانطلاقة جميلة مع رابع المراكز ونشاهد هنا الأسماء قادمة مع اللحوق لهجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل يقدم اللحوق مع المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع بلشة بلشة قادمة وأول ندى لبلشة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط. نتابع وإياكم الأسماء نتابع هذه الشعارات والمنافسة نعود إلى أبها بوابة الكيلوين المتبقية على عمر هذا الشوط وأبها في المقدمة أبها في الصدارة لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران من يقدم لنا أبها في المقدمة. نشرع المركز الثاني نشرع المركز الثاني تشكل خطر كبير وباندفاعتها بدون أي تعليمات تذكر عليها ما شاء الله تبارك الله باندفاع ولا أروع. المركز الثالث غلا قادمة لهجن الشحانية أيضا هنا في هذه اللحظات عندك يا البرنس هنا في هذه اللحظات مندفعة بأدائها وانطلاقها اللحوق قادمة مع المركز الرابع لهجن الشحانية وأيضا البرنس في المتابعة. أيضا هناك قدوم آخر من اللي واصلة اللي هي شروق الشروق مرحبا بشروق وبقدومها في هذه اللحظات. هجن الشحانية الذهبي سالم بن فهران المري يقدم لنا شروق في هذا الشوط بانطلاقتها مع المركز الخامس. هذه النتيجة هذه النتيجة في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذه الأشواط والعودة إلى المقدمة العودة إلى المقدمة. نتابع نتابع أبها ونتابع هناك نشرة منطلقة في مقدمة الشوط مع المركز الأول والثاني. نتابع المنافسات ما بين الشبل والذهبي والبرنس أيضا هناك ينضم إلى ركب المقدمة مع غلا اللي بدأت أيضا تندفع مع المركز الثالث. نتابعها شكرا مخرجنا العزيز. نتابع وإياكم هذه اللقطات الجميلة من قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الرياضة أيضا العزيزة على قلوبنا. نتابع وإياكم المركز الرابع اللحوق القادمة هناك لهجن الشحانية الشبل أيضا البرنس جار الله عقيل المركز الخامس. نتابع هنا في هذه اللحظات شروق لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فهران المري من يقدمها في هذا الشوط. ولكن نعود 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 إلى نشرة إلى نشرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء. نشرة بدأت تبتعد عن بقية الأسماء والهاتريك في الطريق. يا الذهبي يا الذهبي الشوط الرئيسي الشوط الرئيسي أيضا للزمول مع الشوط الرئيسي للحيل وهذا هو الشوط الثالث وفي طريقه إلى نفس المضمر إلى الذهبي إلى هجن الشحانية إلى هذه المؤسسة العملاقة. نتمنى لها التوفيق إن شاء الله في المحافل القادمة التي أيضا تمثلنا خير تمثيل بهذا الأداء وهذا المستوى المقدم من هذا الشعار ما شاء الله تبارك الله. شاهدوا نشرة بدون أي تعليمات تذكر عليها تقدم عروضها الممتازة تقدم هذا المستوى الرفيع. شكرا
شكرا يا الذهبي، شكرا من الأعماق على هذا المستوى الجميل مع هذه إشراقة هذه الشمس. أيضا نتابع وإياكم اندفاعتي نشرة بهذا المستوى الرفيع. شكرا نشرة، شكرا الذهبي، شكرا هجن الشحانية، تهانينا والناموس ساعة وصولها بدون تعليمات، بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الله هنا بأدائها المتميز وفوزها المستحق. نتابعها في هذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت أبها لهجن الشحانية، عندك الشبل. المركز الثالث وصلت هناك اللي هي شروق هجن الشحانية عند الذهبي. المركز الثالث الرابع، المركز الرابع بلشة لهجن الشحانية عندك المشاغب. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت شهب هجن الشحانية وعند الشبل جابر بن سالم بن فران المري. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، هذه المؤسسة العملاقة وهذا الفوز المستحق. نتابع وإياكم هنا نشرة قاطعة المسافة في 10 دقائق 3 ثواني 64 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية موصولة للذهبي والهاتريك الصباحي يا أيضا في رصيدك يا الذهبي، تهانينا لك. والناموس على التوالي، الثلاث نقاط على التوالي مع الأشواط الرئيسية. نتابع وإياكم هنا أبها وصلت على المركز الثاني، 10 دقائق 5 ثواني 75 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فران من قدم أبها في هذا الشوط. شروق على المركز الثالث، 10 دقائق 6 ثواني 22 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة وصوله للذهبي سالم بن فران المري.